إذن قبل أن نشرع في الدرس لا بد أن نمهد لهذا الموضوع، موضوع الشعر. وسبق لكم وأن درستم الشعر في بداية المجزوءة عندما اشتغلتم على الشعر العمودي، ثم بعد ذلك نمر إلى شعر التفعيلة. بقي هنا أن نشير بأن الشعر العربي ينقسم على العموم إلى تيارين شعريين إن صح التعبير. الشعر العمودي وهو الشعر الذي يعني بقي مخلصا للبنية الإيقاعية العربية القديمة التي تتميز بنظام الشطرين المتناظرين ومع وحدة الوزن الشعري والروي والقافية، وهذه المعطيات معروفة. ثم تعلمون معي بأن في تقريبا منتصف القرن العشرين ظهر تيار شعري جديد سيصطلح عليه الدارسون، تسميات عديدة من بينها شعر تكسير البنية، على اعتبار أنه كسر بنية القصيدة. وعوض أن تنبني القصيدة على نظام شطرين، سنجدها أصبحت تنبني على نظام سطر شعري، سطر شعري الذي لا نجد فيه الوزن الشعري الذي يعتمد على البحور الخليلية المعروفة، وإنما أصبح السطر الشعري ينبني على التفعيلة الواحدة. إذن تمهيد كما قلت، تعلمون معي بأن وهو التمهيد المبسوط أمامكم الآن، الشعر يعني كان ولا يزال رفيق الإنسان في حياته، يعبر من خلاله عن أفراحه وأحزانه وعن انشغالاته الفكرية والعاطفية، وقد حظي الشعر باهتمام وافر في الثقافة العربية. أقول بمعنى آخر أنه تاريخيا معروف أن كل ثقافة تتميز بميزة تميزها. عندما أقول مثلا الثقافة الهندية مثلا تتميز بالسحر والشعوذة، عندما أقول مثلا الثقافة الرومانية تتميز بالبنايات العمرانية الضخمة والشامخة إلى غير ذلك. فالثقافة العربية تميزت بالشعر، عرفت الثقافة العربية بالشعر، ولذلك يقال أن الشعر ديوان العرب. قلت حظي الشعر باهتمام وافر في الثقافة العربية، بل ويعد كما قلت قبل قليل الشعر سمة مميزة لهذه الثقافة. ويضم الشعر العربي على امتداده التاريخي روائع خالدة، بمعنى آخر هناك إبداعات خالدة في الشعر العربي حققت تواصلا عميقا وواسعا مع القراء، تخططت به حدود الزمان والمكان، بحيث أن نجد بعض القصائد الشعرية التي لا زالت خالدة ولا زالت تقرأ ولا زالت تفهم إلى يومنا هذا، وينتمي إلى يعني عصور غابرة. والدليل هنا الشعر العربي القديم بين قوسين الشعر الجاهلي. هكذا يتضح إذن أن الشعر باعتباره فنا أدبيا ليس مجرد تعبير آلي عن الأحاسيس، بل هو تعبير عن قضايا المجتمع وهمومه. في هذا الإطار، بمعنى آخر، أن الشعر ليس يرتبط دائما كما يفهم بأنه يرتبط بالأحاسيس والانفعالات، لا، بل أن الشعر يرتبط ارتباطا عضويا بقضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق سنجد أن الشعر يرتبط مثلا بقضايا قضية سياسية مثلا، وهي مثلا موضوع النضال والمقاومة. عندما تجد مثلا شعبا يناضل ويكافح ويدافع عن أرضه ويود تحريرها من الاستعمار، فإنه يلجأ إلى سلاح الشعر. قلت يندرج إذن في هذا الإطار، سندرس شعر النضال والمقاومة الذي هو يعني يعبر فيه الشاعر عن شعور وطني بالتحرر والانعطاء من الاستعمار. بمعنى آخر، أن يصير الشعر في هذه الحالة سلاحا يمكن أن يوظفه الشاعر من أجل أن يساهم في تحرير بلده وفي التعريف بقضايا مجتمعه السياسي. وتبرز أهمية هذا الشعر، طبعا نتحدث هنا عن شعر النضال والمقاومة، تبرز أهميته في كونه يوقظ الجماهير ويستنهض الهمم، بمعنى آخر أنه يحفز الناس ويستنهض الهمم للعمل للدفاع عن قضايا المجتمع إلى غير ذلك. بقي أن نشير بأن شعر النضال والمقاومة الذي نشتغل عليه له خصائص، خصائص مضمونية ثم خصائص شكلية. عندما أقول خصائص مضمونية متعلقة بالمضمون والدلالة، خصائص شكلية متعلقة ببناء القصيدة. على المستوى المضمون يتمحور، يعني طبعا أقصد هنا شعر النضال المقاومة يتمحور حول قضايا تاريخية وإنسانية عامة، أيضا ارتباطه بنضال الشعوب. ثم على المستوى الشكلي، تتميز قصيدة النضال والمقاومة بالجمع بين اللغة التقريرية
اللغه التقنيه المباشره، لان نجد فيها لغه مباشره مفهومه، هدفها الابلاغ، لان ما دام ان الشاعر عندما يوظف القصيده من اجل التعريف بقضيته فانه لا بد ان يوظف خطابا مباشرا من اجل التواصل مع الجمهور ومع القارئ بصفه عامه. اذا قلت لغه تقنيه مباشره هدفها الابلاغ، ثم لغه ايحائيه شعريه غير مباشره غايتها تحقيق المتعه الجماليه. الصوره الشعريه ترتبط بالعالم الحسي، يعني الشاعر عندما ينظم الشعر في شعر النضال والمقاومه، عندما يدبج قصيدته بمجموعه من الصور الشعريه، فانه يحاول ان يجعل هذه الصور الشعريه ترتبط بالعالم الحسي، بالعالم بالواقع، وتبتعد عن التجريد حتى لا تصبح وسائل التصوير عاقرا امام فهم المتلقي، لانه اذا بنى قصته على التجريد فانه انذاك يمكن ان يدخل شعره في آفة الغموض، وهذا ما يؤدي إلى نفور المتلقي من هذا الشعر. على مستوى البناء الموسيقي ينبني على إيقاعات حماسية، بمعنى آخر موسيقى الشعر العربي الحديث اللي هو في هذا المحور شعر النضال والمقاومة، ينبغي أن تكون إيقاعات حماسية، ما دام أنه كما قلت هو يسعى إلى هذا الهدف اللي هو حفز الناس وإيقاد هممهم واستنهاض هممهم. طبعا للتعرف اكثر على هذا النموذج من الشعر اللي هو شعر نضال المقاومه، اخترنا الاشتغال على نموذج شعري للشاعره الفلسطينيه فدوى طوقان، وهي من مواليد نابلس عام 1914، واكبت بابداعها الشعري نضال الشعب الفلسطيني. طبعا هي شاعره صاحبه قضيه اللي هي قضيه القضيه الفلسطينيه من اجل الحريه والتحرر. خلفت هذه الشاعره ثروه شعريه ضمت مجموعه من الدواوين الشعريه، منها وحدي مع الأيام، الليل والفرسان، وهذا هو الديوان الذي أخذت منه هذه القصيدة التي سنشتغل عليها. بقي أن نشير بأن الشاعرة فدوى طوقان توفيت سنة 2004. إذن بعدما حاولنا أن نمهد لهذا الموضوع وحاولت أن أعرفكم بشعر النضال والمقاومة، نمر الآن إلى الاشتغال وفقا لخطوات القراءة المنهجية، ونبدأ بأول مرحلة من مراحل القراءة المنهجية. يتعلق الأمر بملاحظة النص، وفيها نشتغل على النص من الخارج أو الاشتغال على عتبة النص، مسائل تتعلق بشكل النص، بعنوانه، ببدايته، بنهايته، إلى غير ذلك. إذن لنسعى الآن لتحديد نوعية النص. إذا أردنا أن نحدد نوعية النص سنلاحظ شكله الطباعي. طبعا شكل طباعي للنص، شكل القصيدة يبدو مخالفا لشكل الشعر العمودي، حيث تعويض نظام الشطرين متناظرا بالسطر الشعري الذي يطول تارة ويقصر تارة أخرى حسب الدفقة الشعورية. إذا هكذا يبدو لنا بأن نوعية النص هي النص يمكن أن نقول هو عبارة عن قصيدة شعرية من الشعر الحر، أو يمكن أن نقول قصيدة شعرية تنتمي لشعر التفعيلة. على العموم هذا الشعر طبعا كما قلت لكم قبل قليل اصطلح عليه الدارسون، يعني تسميات مختلفة، منها الشعر الحر، شعر التفعيلة، هناك من أسماه الشعر الحديث، إلى غير ذلك. دائما في إطار ملاحظة النص لنشتغل الآن على عتبة العنوان. عنوان القصيدة هو حريتي. نحاول أن نقرأ هذا العنوان تركيبيا ودلاليا. إذا لاحظوا معي بأن العنوان جاء عبارة، أو كما قلت هو الآن كما تلاحظون معي من خلال هذه الترسيمة التي وضعناها، جاء عنوان القصيدة في صيغة مركب اسمي. طبعا عندما أقول مركب اسمي طبعا الجملة الاسمية عبارة عن خبر اللي هو حريتي لمبتدأ المحذوف تقديره هذه، من غير تقديره، وكان الشاعرة تقول هذه حريتي. لنبحث الآن في العنوان دلاليا. دلاليا يدل لفظ الحرية، طبعا لأن العنوان يتكون من لفظ أساسي اللي هو الحرية، يدل لفظ الحرية على معاني التحرر من كل القيود. ولعل الشاعرة تشير إلى رغبة الشعب الفلسطيني في التحرر من قيود الاستعمار. إذن حاولنا الآن أن نقرأ العنوان تركيبيا و دلاليا. نمر إلى مرحلة جديدة دائما في إطار ملاحظة النص. سنسعى الآن إلى محاولة بناء فرضية نتوقع فيها شكل النص ومضمونه. إذن المؤشرات التي سنركز عليها،
هي شكل القصيدة الخارجي، ثم العنوان، ثم بداية القصيدة ونهايتها. إذا لاحظنا هذه المؤشرات، كما قلت لكم شكل القصيدة الخارجية أنها تنبني على نظام السطر الشعري، ولا تنبني كما اعتدنا في الشعر العمودي، لا تنبني على نظام الشطرين كما اعتدنا في الشعر العمودي. ثم العنوان، العنوان هو حريتي، موضوع الحرية هو موضوع مرتبط أيضا بقضايا النضال والمقاومة و يعني التحرر من يعني قيود الاستعمار. ثم بداية القصيدة ونهايتها. بناء على كل هذه المؤشرات ممكن أن نصوغ فرضية، وأقترح عليكم نموذجا. نفترض أننا أمام قصيدة تنتمي إلى الشعر الحر، تعبر فيها الشاعرة عن ذوق، ذوق هنا بمعنى الرغبة الملحة، عن ذوق الإنسان الفلسطيني للحرية ومعاناته في سبيل تحقيقها. وبعد ملاحظة النص، طبعا تعلمون ما بين المرحلة الثانية من مراحل القراءة المنهجية تتعلق بفهم النص، ولكن قبل أن نفهم النص أو نحاول أن نحدد يعني مضامين النص، لابد أن نجري قراءة يعني نموذجية للقصيدة. إذا سأقرأ القصيدة الآن. حريتي 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 حريتي، صوت أردده بملء فم الغضب تحت الرصاص وفي اللهب، وأظل رغم القيد أعدو خلفها، وأظل رغم الليل أقفو خطوها، وأظل محمولا على مد الغضب، وأنا أناضل داعيا حريتي حريتي حريتي. ويردد النهر المقدس والجسور حريتي، والضفتان ترددان حريتي، ومعابر الريح الغضوب والرعد والإعصار والأمطار في وطني ترددها معي حريتي حريتي حريتي. سأظل أحفر اسمها وأنا أناضل في الأرض، في الجدران، في الأبواب، في شرف المنازل، في هيكل العذراء، في المحراب، في طرق المزارع، في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع، في السجن، في زنزانة التعذيب، في عود المشارق، رغم السلاسل، رغم نسف الدور، رغم لظى الحرائق، سأظل أحفر اسمها حتى أراه يمتد في وطني ويكبر، ويظل يكبر ويظل يكبر، حتى يغطي كل شبر في ثراه، حتى أرى الحرية الحمراء تفتح كل باب، والليل يهرب والضياء يدك أعمدة الضباب، ويردد النهر المقدس والجسور حريتي. ويردد النهر المقدس والجسور حريتي، والضفتان ترددان حريتي، ومعابر الريح الغضوب والرعد والإعصار والأمطار في وطني ترددها معي حريتي حريتي حريتي. فدوى طوقان، ديوان الليل والفرسان، دار العودة، بيروت، لبنان، طبعا 1998، صفحة 554. إذا قرأنا القصيدة وهي أمامكم، يمكن أن تعيدوا قراءتها والتمعن فيها. طبعا القراءة قراءة يعني شعرية دالة. نمر إلى شرح بعض الكلمات يعني الصعبة المستغلقة التي تحتاج إلى شرح. أقفو خطوها، عندما تقول شاعر أقفو خطوها، فمعناها أقول أقفو خطو الشيء بمعنى أتبع أثرها، أتبع أثرها، أقفو خطوها، أتبع أثرها، أقفو أثر الشيء بمعنى أتبع خطواه. معابر الريح، طبعا معابر مفردها معبر، وهو مكان عبور الريح. المحراب، وهو مكان الإمام في المسجد. نسف الدور هدمها، ثراه ترابه. أيضا وردت كلمة يمكن أن نشير إليها الآن، هي لظاه. نقول لظى النار بمعنى لهيبها، لهيبها. واللظى هنا يشير على ما تحدثه النار من ألم للإنسان. إذا بعدما شرحنا الكلمات الصعبة،
نحاول الآن أن نحدد المضمون العام للقصيدة، وممكن أن هنا في هذه المرحلة أن نختار مثلا تحديد الوحدات الدلالية حسب المقاطع الشعرية، ولكن الآن نفضل نحن تحديد المضمون العام للقصيدة. إذا تأملنا القصيدة سنجد بأن الشاعر تعبر عن إصرار الإنسان الفلسطيني ورغبته في نيل الحرية مهما كانت الصعوبات والتضحيات وتحديه الرصاص والقيود وسيره على طريق النضال يحفر اسم الحرية في كل زمان ومكان من أجل أن يتحرر الوطن وينكسر قيد الاحتلال. المضمون أمامكم، بإمكاننا أن نعبر يعني المضامين وبعدد التلاميذ بأننا كأن نجد قراءات متعددة، كل واحد ممكن أن يحدد مضمون القصيدة بأسلوبه الشخصي طبعا، لكن نبقى في نفس التيمة الدلالية أو نبقى ندور حول نفس المعاني اللي هي تعبر فيها الشاعر كما قلت لكم عن يعني رغبة الشعب الفلسطيني في حريته وتخلصه من الاستعمار الإسرائيلي الغاشم، وطبعا ويكابد في سبيل ذلك مجموعة من المعاناة ويبذل لأجل ذلك مجموعة من التضحيات. إذا نمر الآن إلى حتى يعني نتأكد من مدى يعني ضبطكم لما مر، خاصة في الجانب المتعلق بفهم المعاني القصيدة، تقويم مرحلي يعني تقويم مرحلي. لو طلبت منكم أن تحددوا لي مثلا موضوع القصيدة أو دلالتها أو مضمونها وتعملون على تكثيفه، من التكثيف هنا بمعنى التلخيص، تكثيفه يعني تكثيف مضمون القصيدة في جملة واحدة. يعني فكروا أنتم مثلا كل واحد مثلا يحاول أن يلخص لنا مضمون القصيدة في جملة واحدة. إذن تعبير، إذا ممكن أن أقول تكتيف دلالة القصيدة في جملة واحدة، إذا تعبير الشاعرة عن معاناة الشعب الفلسطيني في سبيل الحرية، إذا هذا في جملة. إذا أردنا أن نكثف مضمون القصيدة في أو دلالات القصيدة، مضمونها طبعا في كلمتين، ممكن أن نقول حرية مسلوبة. وإذا أردنا أن نكثف دلالة القصيدة في كلمة واحدة نقول الحرية، هذا نموذج. ما يمكن أن نقول القيود. نمر الآن إلى الخطوة الثالثة من مراحل القراءة المنهجية، يتعلق بتحليل النص، الحقول الدلالية. أول خطوة ينبغي أن نحدد الحقول الدلالية التي تهيمن في القصيدة. لدينا حقلان دلاليا، حقل العدوان ثم حقل الرد العدوان. يمكن أن نقدم أمثلة مثلا في الخانة الأولى، ممكن نستخرج الألفاظ والعبارات، تحت الرصاص، القيد في السجن، في زنزانة التعذيب. الحقل الثاني حقل رد العدوان، وأظل رغم القيد أعدو خلفها حريتي، سأظل أحفر اسمها، إلى غير ذلك. والنماذج أمامكم من خلال هذه الترسيمة التي بين أيديكم. طبعا العلاقة، إذا أردنا نبحث في العلاقة سنجد أن العلاقة الجامعة بين الحقلين هي علاقة ترابط وتكامل، تجمع بين الحقلين علاقة ترابط وتكامل. نمر الآن إلى الصور الفنية. تعلمون ما يعني الصور الفنية؟ ركيزة أساسية في الشعر، ولا قيمة للشعر بدون الصور الفنية، لأن هي التي تعطينا أو تخلق لنا أو تزود القصيدة ببعدها أو بقيمتها الجمالية. تأملوا معي الأمثلة الآتية: يردد النهر المقدس والجسور، ومعابر الريح الغضوب، والليل يهرب. فإذا هذه الأمثلة نلاحظ أن كلها تحضر فيها الصور الشعرية الاستعارية، استعارية، الصور الشعرية مبنية على الاستعارة. إذا الجملة الأولى لدينا المستعار له هو النهر، هل يمكن النهر أن يردد؟ أن يردد صوت معين؟ لا يمكن طبعا. إذا استعار صفة التردد من المستعار منه اللي هو محذوف كما تلاحظون معي، وطبعا نقدره بالإنسان، وأسندها للمستعار له اللي هو النهر. العلاقة طبعا دائما هي علاقة مشابهة، القارن يردد، نوع الاستعارة مكنية لأن المستعار منه محذوف، فإذا هي مكنية. مثال تالي الريح، طبعا المستعار منه محذوف اللي هو الإنسان، العلاقة المشابهة الغضب والمستعار له، استعار له صفة عفوا، إذا الريح هو المستعارة، المستعار منه هو محذوف الإنسان، المشابهة القرينة المانعة هو الغضب، والاستعارة مكنية. ثالثا الليل، والليل يهرب، لا يمكن الليل أن يهرب طبعا، إذا استعار صفة الهروب من الإنسان وأسند الليل، والليل يهرب، الليل المستعار له.
ثم المستعار منه محذوف، العلاقة المشابهة القرينة يهرب، استعارة استعارة مكنية. لاحظوا معي بأن كل هذه الاستعارات الموظفة القصيرة استعارات تشخيصية، لأن الشاعرة أسندت بعض الصفات الإنسانية إلى أشياء مجردة، وهذا يذكرنا بما يسمى فلسفيا بأنسنة الطبيعة. إذن أن تأتي بصفات من العالم الإنساني وتسندها ل يعني أشياء مجردة، فهذا نسميه بالتشخيص، التشخيص والتجسيم. نمر الآن إلى دراسة اللغة والأساليب. نسجل ما يلي بخصوص لغة القصيدة. أولا، توظيف لغة إيحائية مشبعة بالتخيل والإنزياح. إذن تحضر اللغة الإيحائية وهي لغة غير مباشرة في القصيدة. ثم هيمنة مطلقة للأسلوب الخبري، ثم غياب تام للأسلوب الإنشائي. وظفت شاعر الأسلوب الإيحائي لأن المقام مقام شعر، والشعر إيحاء وانزياح. ووظفت الأسلوب التقريري لأنها في حاجة إلى البوح والإخبار، وفي حاجة إلى البوح وإخبار المتلقي بمعاناة الأمة الفلسطينية. إذا نمر إلى المرحلة الأخيرة من مراحل القراءة المجيدة، يتعلق الأمر بالتركيب والتقويم. إذا في هذه المرحلة تعلمون معي من ينبغي أن نركب كل ما فات في المراحل السابقة، بدءا من التمهيد وصولا إلى الملاحظة وصولا إلى الفهم وصولا إلى معطيات التحليل والتركيب. إذا أذكركم الآن كما تلاحظون بالمراحل السابقة. ويمكن أن أقدم نموذجا للتركيب والتقويم بين أيديكم. النص يعد نموذجا صريحا لشعر المقاومة والنضال للشاعرة فدوى طوقان، عبرت فيه عن المعاناة التي يلقاها الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق حريته، ولبيان هذه المعاناة وظفت الشاعرة حقلين اثنين، هما حقل العدوان وحقل رد العدوان، جمعتهما علاقة ترابط وتكامل، فضلا عن توظيفها لمجموعة من الاستعارات التشخيصية التي نقلت إلينا مشاعر أو مشاعر لقد إلينا مشاعر المعاناة التي يكابدها الإنسان الفلسطيني، دون أن نغفل توظيفها للأسلوب الخبري الذي أعانها على البوح والكشف والتطهير. فإذا نموذج التركيب كما قلت لكم يمكن أن يتباين من يعني من تلميذ إلى آخر، ليس من الضرورة أن نتوحد حول تركيب يعني موحد. إذا هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس، أتمنى أن أكون يعني عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.